Fifth. انت لو شفت الصاروخ اللي كان قبل ده قسما بالله كنت تمشي في الشارع الناس كلها كانت تبص عليك. عارف ان انا حاولت يعني على فكره ثاني كان بص في كده كبير شوف على وش الناس دي كان في الشارع عادي خالص. لا طبعا دي كانت مش كان بتاخد تحسيبه كامله. عارف مره دخل يا جمال شارع التحرير بشتري بقى جبنه ومش عارف ايه بس هي كده عشان دي تاني يا عم انا بقول لك وبعدين فادي الغالي مش عشان عارفاك انا خفيف انت على الحاجات دي برضو. طب جاي تقول لي